أنها ليست سواحل بانما ولا شوارع مومباي الهندية، إنها مدينة البيضاء ببحيراتها الشاسعة. سننقلكم إلى أعظم البحيرات في العالم، حيث توجد أجمل المسابح وأغربها على الإطلاق. إنها بداية الشتاء، الأنهار اضمحلت وعروق الأرض تبتل من جديد. تجوب آلاف الكائنات المتعطشة للسباحة هذه البحيرات المتكدرة بحثا عن الاستجمام الشتوي، ولأن الاستجمام في موسم الصيف كان محظورا، فمعظم هذه الكائنات لا تمتنع عن السباحة في عز الشتاء، حيث السيول والأنهار تجرف كل شيء. الآن أصبحت رحلة الاستمتاع بماء البحيرة موشكة على الانتهاء. لم يعد هناك متسع من الوقت لممارسة رياضة التزحلق، فبحيرة المدينة قد تختفي فجأة. تعتمد مدينة الدار البيضاء أسلوبا جيدا في تقريب أماكن الاستجمام من كل عشاق السباحة، لكن سرعان ما يأتي علال قاهر السيول وعدو المسالك المختنقة، حتى تجف البحيرات المائية وتبتلع الأرض كل المياه. لا تبدو عليه سمات البطل الخارق، لكنه عدو المياه المتكدرة. إنه الناجي الوحيد من السيل العظيم، اتخذ هذا النعل طوق النجاة. دامت رحلته بهذا القارب الغريب أزيد من 3 أيام فوق سطح الماء. لم يعد لديه طاقة كافية ليغطس في النهر العميق، لكنه نجا بنفسه من موت محقق. نحن محظوظين جدا بهذه المبادرة اللطيفة. كان فيما سبق نقطع أميالا طويلة للوصول إلى البحر، لكننا اليوم أصبح باستطاعتنا أن نسبح داخل بيوتنا أو حتى في الشارع. أصبحت أجيد السباحة الآن. لا زال الوقت مبكرا لمن لا يجيد السباحة، فالفيضان الكبير والسيول الجارفة لن تختفي حتى نتعلم السباحة جميعاً.